العملية مرت في ظروف حسنة، كان هناك بعض الصعوبات طفيفة نظرا لكون المريضة خضعت لعمليتين جراحيتين من قبل، لكن تم تجاوزها بسهولة. منذ افتتاح المستشفى العسكري المغربي بمخيم زعتري قمنا ب 196 ولادة، منها 44 ولادة عادية و 152 عملية قيصرية. هاي هي المشكلة، يعني انه يعني براد بلده الواحد، هاي شعور محزن شوي، يعني ما اجى ابنه بوطنه. الحمد لله يعني انه نحن بوضع لجوء، وانا بعملية قيصرية يعني جبت الحمد لله لانه يعني توفرت لنا الخدمات بهالمشفى هاي. يعني نعاني انه مثلا انه الواحد يظل بصعوبة، انه ما اكثر شيء بالليل انه لما بده يطلع على الحمام، وثاني اشي انه النزلة على المشفى كرمال المراجعة ونطرة الدور وهيك، والوقفة تحت الشمس، المسافات الطويلة هاي اللي كانت تتعب اكثر شيء. جوزي بسوريا غير اني لحالي هون، ويوم بروح بجيب الميات كمان بضل كل نهار ما فيش مي، ويوم بستلم المعينة بضل كمان كل نهار، واني ما رحب لبشهري مضطرة، مصاري ما فيش كمان، حالتنا عزرة، والقرفانة للزلمة قاعدنا فيها.